دلوقتي هقول لكم الوصفة التانية بتاعتنا للنهاردة، اللي هي زعتر وحلوم رال. الوصفة دي علشان نعملها عايزين 3 كوبايات دقيق، 1/3 كوباية زيت، 1/2 كوباية زبادي، بيضة، معلقة كبيرة خميرة، معلقة كبيرة سكر، رشة ملح، وماء للعجن. الحشوة هنعوز 3/4 كوباية زيت زيتون، وعايزين زعتر وجبنة حلوم، وعايزين سمسم. تمام، دلوقتي أول حاجة هنعملها عايزين نحط المكونات السايلة كده مع بعضها. عندنا هنا الزبادي، عندنا الزيت، البيضة، وهنقلبهم مع بعض. هنحط بقى دلوقتي بقية المكونات اللي عندنا، وهي الدقيق اهو، والسكر. طبعا السكر بيتفاعل مع الخميرة، بيخلي الخميرة تتفاعل بسرعة، والخميرة. وهنقلب الكلام ده مع شوية مية. المية معانا اهو، بس مش هنحط طبعا مية كتير، لان ما ننساش ان هنا في زبادي. يعني بحاول كده اخر شوية من الملح اللي بحطه، لان زي ما السكر بيتفاعل مع الخميرة وبيخليها بسرعة تخمر، الملح بينيمها. اعملها كده بس بشكل شوية يكون طويل، علشان انا عايزة الفها زي ما اتفقنا، زي السينامون رول. نحطها كده هنا ونبتدي نفردها. تمام كده، وهحشيها انا بقى زي ما اتفقنا بالزعتر وبزيت الزيتون وبالجبنة الحلوم. طيب هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هجيب الفرشة وهحط كمية كده حلوة من زيت الزيتون هنا، وهفردها. دي اللي هي نقدر نقول بديل الزبدة في السينامون رول. هاخد بقى الزعتر دلوقتي، والزعتر انا عايزه اعمله لكم هو نفسه مره علشان تعرفوا ازاي هو بيتعمل، لان ده زعتر يعني هو مفروض محوج، بس هو ما بيبقاش كده الصراحه، هو المفروض يبقى اخشن من كده. فانا عشان كده عايزه اعمله لكم هنا علشان يبقى زي الزعتر المظبوط. يعني حط كده زعتر. هناخد دلوقتي الجبنة الحلوم اللي عندنا اهي، متقطعة مربعات صغيرة، وهنحطها برضو كده. ممكن تبشروا كمان الجبنة لو مش عايزينها تبقى يعني بالحجم ده، ممكن تبشروها. تمام كده، هنلفها زي ما بنلف السينامون رول. كده اهو الزعتر والحلوم رول بتاعنا من النص كده، وبعدين كده وكده وكده وكده.
طبعا هي يفضل انا بحب ان انا اقطعها بفتله اكتر. تمام. طيب شوفوا، هناخد الرولات بتاعتنا اللي هنا اهي، شوفوا اهي، هاخدها هحط لها بيض في الحته دي، شايفين هنا كده كده اهو، في الجنب كله هحط له بيض، بعدين هاخد الجنب كده، هاخد الرول بتاعي كده زي ما هو وهحطه في السمسم كده اهو، وامشيه في السمسم بهذا الشكل. تمام اهو، هاخد الرول بتاعتي وهحطها هنا بالشكل ده، وعلشان شكلها ما يطلعش مفلطح كده يمين ولا شمال، هقفل عليها، هعمل لها بيت من الفويل اهو على قد الحبة اللي هي تقريبا هتخمر فيهم، يعني هتكبر فيهم في الفرن اهي كده اهي، شايفين بالشكل ده. هدخلها الفرن على درجة حرارة 180، بتقعد تقريبا تلت ساعة 25 دقيقة، بتطلع بقى بتبقى بهذا الشكل اللي انتوا شايفينه اهي، شايفين كده اهي، ده بيكون شكلها، شايفين أهي.